في مدة مثالية يعني أوقف فيها وما أخدش قرار علشان أقدر أعالج نفسي، أرتب أموري، أرتب أولوياتي تاني، ما أخشش تجربة وأنا لسه فيها بقايا من اللي قبلها؟ في مدة مثالية ما قلش عنها؟ في مدة نفسية ومدة شرعية، 3 شهور. لا ما كانش على الشرعية، والنفسية برضو عشان تتعافي من أي حاجة، من 3 شهور كفاية؟ 6 شهور. من 3 لـ 6 شهور أقدر أختار؟ أنا كده بقى أستحمل. والله برافو عليك، طولتي. يعني بعد 3 شهور أقدر أرتب أفكاري؟ من 3 لـ 6 شهور بعدها نبتدي نشوف هو انا ايه اللي حصل، طب ايه لو ده ما يتكررش التاني، ازاي اخلص او استخلص من كل التجربة دي بدل ما يبقى اكتئاب وصدمة وكده، لا دروس مستفادة. انا اخترت الميزة دي في الشخص ده وكنت فاكرها ميزة او الصفة دي وطلعت مش مناسبة ليا، فازاي استخلص بقى ان الميزة دي لا هي مش مناسبة ليا، فانا المفروض اختار صفة تانية هي دي اللي هتناسبني وتناسب بيتي وتناسب اولادي. يبقى كل تجربة نطلع منها بدرس، والدرس ده يبقى هو ده اللي انا بختار عليه المرة اللي بعدها في اي حاجة في الحياة، ومن ضمنهم طبعا الحياة الزوجية. طب انا دلوقتي واحدة قابلت واحد وحبيت وحبها وعرض عليها الجواز وعندها أولاد، لكن الحقيقة أولادها ما حبوش هذا الشخص. احنا بس قبل ما نخش في علاقة الحب، ما دام في طرف ثالث لازم أبقى فيه العقل قبل الحب شويتين ثلاثة، تمام؟ في الجوازة دي المشهد دلوقتي انه يعني استريحنا البعض، تمام. استريحنا البعض وشايفين احنا متوافقين كويس. وعرض عليها الجواز وولادها مش حابين، شافوه مرة واثنين وثلاثة، رافضين المبدأ ورافضينه واخدين منه موقف. لا رافضين المبدأ الأول، ده دور الأم إنها تتكلم عن أحقية إن الست من حقها تتجوز شرعا وقانونا وعرفا وكل حاجة، وإن دي احتياجات الست في المجمل. لازم تعمل زي أرضية كده إن ده من حق أي ست إنها تتجوز، وده ربنا خلقنا الراجل والست وآدم وحواء، فده اللي يعني بتستقيم بيه الأمور. ما ينفعش حد يعيش لوحده. طب لو هم واخدين منه هو موقف؟ لا احنا ما حبوهوش. الاول بس ابتدي اغرس الارضيه اللي انا بقول لك عليها ان هو ده من حق اي حد، فما يبقوش واخدين موقف من الفكره وبعدين موقف منه. خلينا نضيع الفكره الاول. مش تقيل على الولاد شويه ان هم يبقوا في سن مبكر، فانا اكلمهم عن حقي في الجواز وان ده حقي لا ده. من غير حقي بقى، الحق الست يعني خليها فكرة عامة وبعدين نخصصها. لما نيجي نخصصها هنتكلم على الراجل بقى، ده لازم أوصل لهم إن ده مخليني مبسوطة. طب افرضي هم مش مبسوطين منه؟ لا لما بيشوفوه بيتضايقوا، ما هو أنا ما حبهوش يعني، ما هي برضو الست بس ما هي كيمياء وطاقة يعني، حاجة ذكاء بس شوية إن هو لو وصل لهم إن ماما مبسوطة معاه في 3/4 المشوار هي يعني هيتم، وهي مواقف طبعا. بس اسمحي لي أقول لك حاجة، يعني الجيل ده والسن ده بصرف النظر كمان عن الجيل، جيل بيفكر في نفسه، بيفكر في سعادته، ما بيشغلوش قوي سعادة ماما وسعادة بابا. لا خلي بالك، ماما لو مش مبسوطة هيبقى مودها مش لطيف، هتتعامل مع الأولاد مش بشكل مش كويس، لأن ما بيلوها رايقة وعاملة لهم أكل كويس وقادرة تتفاهم مع ده، هم أذكياء جدا وهيلاحظوا أيا كان صغيرين أو كبار، هيلاحظوا التغيير في نفسية الأم دي نتيجة وجود فلان في حياتها. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.